ضحايا النظام الدكتاتوري الإسباني السابق فرانكو يجتمعون لتباحث قانون أسمته الحكومة الذاكرة الديمقراطية وأقرته مؤخرا، قانون جديد يهدف إلى إعادة الاعتبار إلى ضحايا فرانكو وإدانة الانقلاب الذي قاده عام 1936 والاعتراف بجميع ضحاياه، إلا أن لهؤلاء رأيا آخر. نعتقد أن القانون ليس جديدا، إنه نفس القانون كما هو الحال دائما، هو قانون الإفلات من العقاب لنظام فرانكو، لأن النظام الإسباني الذي يسمونه ديمقراطيا يستمد شرعيته من نظام فرانكو نفسه. لكن الحكومة تقول إن القانون ينقح قانونا سابقا منذ عام 2007 ويهدف إلى إدخال تعديلات عليه، مثل إدانة الأحداث في الكتب الدراسية وتعزيز البحث عن رفات الضحايا والاعتراف بدور المرأة وتجريم تمجيد الانقلاب والديكتاتورية بالقانون. تقدر مؤسسات غير رسمية أن أعداد المختفين قسرا في إسبانيا زمن فرانكو بأكثر من 143 ألف شخص، يحاول هؤلاء هنا تسليط الضوء على معاناتهم. على أنغام السلام الوطني الجمهوري، وهو النظام الذي انقلب عليه الدكتاتور، يتظاهر معتقلون سابقون للنظام وأقارب ضحايا الانقلاب والمعارضين المختفين قسرا بشكل أسبوعي، يطالبون بمعرفة مصير أو مكان رفات أقاربهم. اضطر والدي إلى الفرار من إشبيليا عندما دخل جيش فرانكو إليها، قتلوا 9000 شخص في 3 أيام. لقد هرب ووصل إلى مدريد ودافع عنها. تقول الحكومة إنها ستنشئ بنك DNA وستعمل على إخراج جميع جثامين ضحايا النظام السابق وتحديد هوياتهم، حتى يستطيع أقارب الضحايا معرفة مصير أقاربهم وإعادة دفنهم بطريقة تليق بهم. معاذ حامد، العربي، مدريد.